في البعض بيرحل عن النادي الأهلي، دي سنة الحياة وده شيء طبيعي جدا جدا جدا. الأهلي مش هيقيد 40 لعيب، يعني أنت أصلا مسموح ليك 30 لاعب محليا وأفريقيا. لكن بالتحديد عايز أتكلم على نجم كبير قوي 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 قوي، محمد مجيد، لاعب النادي الأهلي واللي انتقل حديثا لنادي الجونة. عمل 8 مواسم مع النادي الأهلي جامدين جدا. هل انت في مره سمعت صوت لمحمد نجيب؟ سمعت مشكله عن محمد نجيب؟ حسيت بيه؟ طالما ما حسيتش بيه يبقى الراجل ده ملتزم جدا، سواء فنيا او اخلاقيا واحترافيا كمان وكل هذه الامور. يعني محمد نجيب ضاف كتير للنادي الاهلي، هو جه في 2011، خلينا اقول لحضراتكم المسيره الخاصه بهذا النجم الكبير واللي احنا بنقدره وبنحترمه، وانا عارف جدا جدا مدى حب جمهور النادي الاهلي للاعب مهم زي محمد نجيب. انضم للنادي الاهلي بالتحديد في 1 اغسطس 2011، خاض خلال تواجده مع النادي الاهلي 246 مباراة بالبطولات المختلفة بالقميص الاحمر، وشارك كمان محمد نجيب في 106 مباراة مع الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، وكمان 40 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و17 مباراة ضمن مباريات المنتخب المصري كلاعب دولي طبعا، وكان في التصفيات الأفريقية المؤهلة أو شارك مع منتخب مصر يعني في مؤهلة لكأس العالم مرة من المرات، أعتقد في 2014 تصفيات 2014. كمان لعب 5 مباريات ضمن بطولة كأس العالم للأندية، شارك في كل البطولات مع النادي الأهلي، أحرز خلال هذه المباريات 8 أهداف. محمد نجيب حصل على كم بطولة مع النادي الأهلي؟ 5 بطولات دوري وبطولة كأس مصر ومرتين بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة السوبر المصري وبطولة السوبر الأفريقي. لعيب كبير جدا، الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيحييه وبيشكره على الفترة اللي فاتت، وهي دي يا جماعة أخلاق النادي الأهلي وسمات النادي الأهلي. لعيب ممكن خلاص ما فيش احتياج ليه خلال الفترة دي، لكن لازم نشكره على المجهود الكبير اللي عمله مع النادي الأهلي على مدار 8 سنوات سابقة. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في مسيرته الجديدة وأهدافه الجديدة مع نادي الجونة، هذا النادي المحترم والمميز، وإن شاء الله محمد نجيب يكون إضافة ليهم.